في أول زيارة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت، لا سيما أنها الأولى لرئيس الوزراء العراقي منذ أن تولى السلطة، وتأتي في إطار انفتاحه على المحيط العربي والعمق العربي، وقام بزيارات لدول خليجية، والآن يأتي إلى مصر. المأمول من هذه الزيارة أنها سوف تحدث نقلة نوعية على صعيد التعاون الثنائي المشترك بين مصر وبين العراق، ثم على صعيد تفعيل آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. كما أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء استعداد العراق نحو تحقيق العمل المشترك والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس المصري عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدا اعتزازه بالعراق ومكانته ودوره في المنطقة. الزيارة حملت العديد من الدلالات، ولعل التفاهم إزاء قضايا كثيرة تجمع الدولتين، سواء القضايا السياسية أو القضايا التي تهم المنطقة العربية، أعتقد كانت الركيزة الأهم والأساسية في هذه الزيارة السريعة والمهمة في نفس الوقت، فضلا عن التفاهم إزاء قضايا أخرى لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة أيضا بالتجارة والصناعة. وأعتقد أن العلاقة ما بين الدولتين إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية ربما تكون المحفز الأساسي والرئيسي ما بين البلدين خلال الفترة القادمة. وتأتي هذه الزيارة لمناقشة عدد من القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ العديد من المشروعات وبحث آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. من القاهرة رشا محمد، العراقية الإخبارية.